حقي محاولة تسديد، دايما تعود لصالح الرجاء، تولي يبحث على المرور، تولي كبر كرة جميلة، فرصة داخل منطقة العملية، الهدف الثالث لصالح اللاعب الطير والسابع في النزال، 7 أهداف مقابل لا شيء. ثالث هدف الهاتريك لهذا اللاعب الطير، تبريرة جميلة متولي، لاحظوا متولي قلت عندما يكون حاضر ويكون أداؤه جيد يكون خط هجوم فريق الرجاء حاضر بقوة. إذن 7 أهداف مقابل لا شيء، 3 أهداف الهاتريك للطير، 7 للرجاء.